يقول السائل: رجل يستدين من رجل آخر مبلغا من المال يشتري به بضاعة ثم يبيع المستدين للدائن أقل مما يبيع للناس، هل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ نعم. يقول: رجل يستدين من رجل آخر مبلغا من المال ليشتري بها بضاعة ثم يبيع المستدين للدائن أقل مما يبيع للناس، هل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة العينة، هذه العينة، إنه يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الدائن على البايع بثمن أقل، هذا ربا، هذا ربا، وجعلت السلعة حيلة وسيلة إلى الربا، وهي ما تسمى بمسألة العينة، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البايع الدائن بثمن حال أقل، هذا ربا في صورة البيع، وهو مسألة العينة. نعم.